عسلامة. اهلا وسهلا، عايشك وبيك اكثر. مرحبا بيك معنا، خلينا نتعرفوا عليك. بالقاسم السحيمي، استاذ متقاعد. مرحبا بيك سي بالقاسم. سي بالقاسم، موضوعنا التوانسه يطالبوا اليوم بترحيل الافارقه جنوب الصحراء من تونس. شنو تعليقك على الموضوع؟ هل انت مع او ضد؟ لا يمكن ان نجيب بهذه البساطه مع او ضد، لكن لابد ان نحلل الموضوع. الأفارقة هم يعيشون ظروف صعبة جدا كما نعيشها نحن، ونحن الذين أعطينا اسمنا لإفريقية تونس، الذين أعطينا الفن، لا يمكن أن نتنصل من هذا الواقع. فالمفروض أن نعالج هذا الموضوع بكامل الموضوعية، ليس بالانفعال الداعي إلى إبعادهم، وليس كذلك بقبول الأمر الواقع. لابد أن الحكومة، رئاسة الجمهورية، الحكومة، المنظمات المهنية، المجتمع المدني يعالج هذه القضية انطلاقا من ملابساتها ومن جميع الجهات. لابد أن نتحدث مع الأطراف المعنية، وخاصة الجزائر وليبيا باعتبار أنهم يأتوننا من جنوب الصحراء، وأوروبا وجهتهم، لنجد حلول لا تتحمل فيه تونس المضرة، لأنه صارت فيه بعض المضرة، ولا كذلك نسيء لإخوتنا الأفارقة. لابد أن نساهم في حل الإشكال بشكل موضوعي وعلمي وتاريخي واقتصادي واجتماعي. صحيح. التوانسة عمرهم ما كانوا ضد وجود الأفارقة في تونس، كان بعد ما صارت إساءات، أحداث خايبة برشا من طرف الأفارقة اليوم، خاصة في صفاقس. عندما نكون في موقع هؤلاء الناس تصدر منا الكثير من التصرفات. لا ننسى أن إخوتنا التونسيين عندما يذهبون إلى أوروبا كذلك كثير ما يمارسون ممارسات لا ترضي المجتمع الأوروبي. هذه حقيقة يقتضيها وضع الهجرة، ليست خاصة بتونس، العالم كله والإنسان بشكل عام لا يقبل الآخر. فلا بد أن ننظر إلى المشكلة كما ذكرت من منظار متعدد الأبعاد حتى نجد حل لا يضر هؤلاء الناس الذين يطمحون في أوضاع أفضل، ولا يضر كذلك شعبنا وبلادنا. لكن احنا لليوم عمرنا ما سمعنا بتونسي في اوروبا يخطف رضيع او يعنف مراه مسنه، والا يدخل مجازان يسرق الماكله، يعني ما قمناش بالحاجات هذه. اختي، هذه حالات شاذه تحفظ ولا يقاس عليها. اذا كان احد الاخوان الافارقه تصرف مثل تصرف، لا نعمم على جميع المهاجرين، نجد لها حلول. والشعب التونسي منذ القدم شعب مضياف وشعب يقبل الاخر، وتونس منذ البربر إلى الآن سكنتها شعوب وحضارات كثيرة، ولذلك ليس غريبا علينا أن نستقبل فقط بشكل موضوعي وإنساني، ولا نتحمل وحدنا المسؤولية. لابد من الأطراف المحيطة بنا، خاصة ليبيا والجزائر وكذلك أوروبا، مطمع هؤلاء الناس، لابد من إيجاد حل جماعي. السؤال اللي حير برشة توانسة، كيفاش العدد الكبير هذا الضخم متاع الأفارقة جنوب الصحراء نجم يدخل لتونس في إطار غير شرعي؟ هذا راجع أولا كما ذكرت لتساهل على مستوى الحدود الليبية الجزائرية، المفروض كان موقف يكون أوسع، لأن الصحراء واسعة جدا وأنا ابن الصحراء، ضبط حدودها صعب جدا. وكذلك كما يقول المثل الشعبي، اللي يسرق يغلب اللحاحي، فمن يريد أن يدخل بطرق غير شرعية ويجد حدود أجوارنا غير مضبوطة، فبطبيعة الحال يكون له إمكانية الدخول. بخلاف أنه الشباب يرى اليوم أنه الأفارقة في تونس ساهموا في نسبة البطالة، هذا مشكل كبير جدا. نحن شبابنا بطال، وهنا أذكر المثل الشعبي الذي يقول الهم طامع في الغرادي، هم هم ونحن غرادي، فقر على فقر لا يكون. هذه المشكلة، معناها هم آتون هنا يجد الحلول، ولكنهم على اساس عبور، مرحله عبور تونس. فلا بد ان نعالج القضيه كما قلت بعمق كبير، لا يجب ان نعالجها باندفاع او بعاطفه او بنظره ضيقه، لا بد ان يكون موقفنا من المساله اشمل على المستوى التونسي والافريقي والاوروبي. البعض يرى انها مؤامره، انت شنو رايك؟ لا انا ضد هذا المنطق، هذا المنطق الغبي المتخلف، ليس هذا شأن الأمر. طبعا هذا داخل في إطار تسميم الأجواء على السلطة التونسية، والسلطة التونسية مهما كانت عيوبها الآن
الرئيس له توجه إيجابي، يحب يخدم البلاد، يحب يعاون العباد، فمفروض احنا نعاونوه ونقفوا معاه لحل هذه الإشكاليات ولا نجعل منها قضية إضافية لقضايا تونس الكثيرة. حسب رأيك انت شنو هو الحل اليوم في خصوص الموضوع هذا؟ حل يرضي الطرفين؟ الحل كما قلت لابد أن توضع على طاولة التفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة، مع أجوارنا ليبيا والجزائر خاصة، ومع الأطراف التي جاء منها هؤلاء الأفارقة، تقع ندوة حسب رأيي، تقع ندوة في تونس باعتبار هي التي تتعرض للمشكل، ونعالج هذا الموضوع بشكل علمي وعقلاني وإنساني وأخلاقي. هل فما حل للحد من هجرة الأفارقة إلى تونس في الوقت هذا؟ كل شيء نسبي، لا أعتقد أن هنالك حل سحري. ليس هنالك حل سحري، ولكن يمكن أن نتقدم في المسألة إذا عالجناها بأمور موضوعية وبتعقل وبمراعاة ظروف كل الناس، نصل إن شاء الله إلى حل قد يرضي الجميع أو قد يحد من الأخطار القائمة، لأن فيها أخطار قائمة الآن. التوانسة اليوم خايفين من فكرة استيطانهم في تونس؟ لا أتوقع ذلك. تونس منذ القدم عرفت زحفات كثيرة واستعمال أشكال كثيرة، وفي الأخير التونسي يفرض نفسه ويفرض ذاته، فهذا نوع من المبالغة. تقع أشكاليات صحيح، لكن ليس بهذا التهويل، هذا نوع من التهويل. هذا الكل وإحنا نهوله في الموضوع؟ هذا كله تهويل طبعا، والحل يقع بالنقاش. لابد من مؤتمر، أنا أدعو إلى مؤتمر تكون فيه تونس أولا المتضررة، الأطراف المعنية، البلدان التي جاء منها والأفارقة، الجزائر والمغرب، والسوق الأوروبية المشتركة التي هي سبب البلية، لأن هؤلاء الأفارقة لو لم تستعمرهم أوروبا وتفقرهم وتتركهم في ذلك الوضع وتستغل ثرواتهم لما كانوا الآن في وضع يرثى له. يعني الجهات الأجنبية يساعدها أن الأفارقة يهجروا تونس؟ طبعا هم بالنسبة إليهم المهمة لا يصلوا إلى أوروبا، لا يصلوا إلى أوروبا، لكن المشكل العالمي يعالج على مستوى إقليمي. على كل، يعطيك صحة مسيون، خلي لك الكلمة الأخيرة، شنو تحب تقول؟ أدعو الشعب التونسي والشباب التونسي خاصة إلى أن يراعي مصلحة تونس، وإلى أن يتخلى على الشعارات الجوفاء، وأن نتحلى بالعمل، وأن نمارس خاصة بالنسبة للسياسيين أن يطبقوا القاعدة الصحيحة للعمل السياسي، وهو أن السياسة فن خدمة الآخرين وليس فن خدمة الذات. شكرا عايش.